مثل اختي الصغيره. تصوري قال لي انت مثل اختي الصغيره. بسيطة توتي، هو بيعزك عن جد مثل اخته، بس قال انه انت عنده بالدنيا كلياتها. ايه ما بدي يعزني مثل اخته، بدي يعزني مثل حبيبته. بسيطة توتي، ليكي انت ليش ما بتغيري اللوك تبعك؟ اللوك تبعي؟ ايه ليش؟ شوفوا اللوك تبعي مو حلو؟ لا حلو كثير ما شاء الله عليكي قمر مصور، بس بلكي على هذا اللوك عم يعزك مثل اخته، بلكي على اللوك الجديد بيعزك مثل حبيبته. شو اعمل بحالي يعني؟ والله ما بعرف يا توتي، يعني منين بدنا نبلش لنبلش. يا صباح الورد والتل والياسمين والقشطة والعسل والدبس والتمر. خير شو بدك؟ صرت قايلي مليون مرة صباح الخير من الصبح لهلا. ما حكوا لك الشباب شو صار معي امبارح؟ لا ما حكوا لي. توتي أنا امبارح كنت رح انتحر مشانك. وليش غيرت رأيك؟ غيرت رأيي لأنك بطلتي تنخطبي. لو عرفان إنك رح تغير رأيك ما كنت بطلت تنخطب. اف يا صباح الخير، تفضلوا استلموا رواتبكم. أما شو موتور عند أبو نجيب شفت لك ياك الضيف لحفلاحة بالأرض. عن جد؟ شو رأيك هذا الشهر بنشتري موتور والشهر الجاي بنبلش بنجمع مصاري مشان العرس؟ هلأ ما في موتور نهائياً. أساساً أنت قاعد بالأوتيل أغلب الوقت، ليش بدك الموتور؟ أنا عم أقول مشان الورشات الخارجية، يعني ما فيني أقعد بلا موتور. عنتر؟ نعم. عنتر؟ نعم. صار لك سنة ما إجاك ورشات خارجية، بلا موتور بلا بطيخ، وهدول المصاري بدي حطهم بالمطمورة ماشي؟ احذري، هو ابن نجيب رح يموت على مصاري، يعني هذا الموتور ببيعه بقرد بدب، وشو عم أقول لك موتور بفلاح بفلاح. أنا فيني أقنعه وأضحك عليه، بعطيه دفعة هلا وبعدين بقول له الباقي تقسيط، بنصير نعطيه دفعات دفعات دفعات. عنتر؟ نعم. حاجة تقول لي موتور؟ ما في موتور وما في شيء أبدا وفي شيء أبدا. لك كل ماله راتب عميل، ليش هيك؟ شو بقى؟ ليه عم تلحش حالك بالنص؟ هدول ناقصين 1000 ليرة. هدول تأمينات الضرائب حبيبتي. شو كل مرة شكل هالتأمينات والضرائب؟ ما بعرف، إذا عندك أي اعتراض تفضل اسألي عمو شفيق. ماشي سلموا. نورا الحمد لله هدول مو ناقصين غير 2000 ليرة. إيه حبيبتي هدول بعرف بعرف نورا، ما شاء الله عليكي ما بتنسي شيء. من هلا زوربا تفضل راتبك وناقصين التأمينات والضرائب وكمان سلفة الشهر الماضي. خصميهم كلهم على حسابي. زوربا تفضل والله معك. نورا أنا قصة الضرائب والرسوم هاي ما بفهم فيها، شو يعني كل هالقصص؟ وأنا مو فاضي أشرح لك، روح خلي حدا من الموظفين يشرح لك، تفضل. ماشي. تيرش رش تيرش رش تيرش رش تيرش رش. نيفو هلا انت كيف خليتي عنتر يحبك حبيبتي؟ حبيبتي اول شيء انا بنحب، ان شاء الله رتني ما قبلها. بس شو خطرت تسالي السؤال؟ بدي اتعلم منك لانه بصراحه زوربا ما عم يشيلني من ارضي. الحق معه، قصدي انه يعني شوفي انا قالت لي امي كلمه وانا سمعت كلمتها، قال مفتاح قلب الرجل بطنه. يعني شو اعمل هلا؟ اعملي له سندويشه وخذي له اياها بشوفها حلوه منك. عن جد؟ ايه عن جد. لانه ام علاء الله يرحمها كانت هي اللي تعمل لي الفطور. مسكي لك. الله يرحمك يا ام علاء. وتيرش رش تيرش رش تيرش رش. كيف لعب قصديرك؟ لعي منك قد الدنيا. يلا. بعجي فيهم الموتور. لا ما محرزي عنتر خلص باخدهم. لك خلص ما بدي. الله يوفقك خدهم. لك لا والله ما خلص الله خدهم. ما بدي اخدهم، ما راح اشتري موتور هلا. كان مالك زعلان؟ لا والله ماني زعلان، ليش تزعل؟ قول والله مالك زعلان. والله قلت لك ماني زعلان. حزري شو؟ شو؟ حطيهم هدول ايه بالمطمورة
خلينا نجمع مصاري، ما بتعرفي شو بصير معنا. ايه والله بتعرفي. ايه بحبك. لاف يو. بحبك. وانا الله. انت قوية؟ ايه يا الله انا اسفة زوربا. ايه ايه مخمد مخمد منيح مخمد منيح. ايوه والله ما كنت بعرف زوربا انك ما بتاكل حد، انا اسفة. شو خاف؟ ماشي الحال. بدك ماي باردة؟ لك لك انه ما معقولة يا كوكب، لك اسأليني انه حب الحب ولا ما بحبه؟ طبعا طبعا. رجع محمد رجع محمد. مرة ثانية ما بتساوي لي ساندويتش تسأليني. حاضر خلص آخر مرة. مرحبا. في موضوع مهم لازم احكي معكم. شلون عجبك ما؟ تقبر قلبي شو معلم السواقة، وكثير عجبني كثير عجبني، خاصة انه لونه احمر مثل حبنا حبيبي. طيب نعمل دورة ثانية. لا دورة ثانية وقف، عنا شغل، ما بكفي رحنا هريبة. ولك عقبال ما اخطفك خطيفة. لا تخيل ربك انت وراي قاعدة على الموتور هيك ولافتة ايديك على خصري. لك انا اساسا مشان هيك اشتريت ولا الموتور. عنتر استحي، عيب شو الحكي هاد؟ مني يستحي؟ ما بعرف. أه بحبك. Love you. بحبك. I love you. بدوش مسحة ها؟ ايه مسحة. شو قلت ابو علاء؟ انت معنا ولا مو معنا؟ لك يا ابني الصراحة والله ما بعرف. أنا شايف إنه ليكون بالقصة في مسؤولية. مسؤولية شو يا أبو علاء؟ نحن عم نطالب بحقنا يا جماعة. الرواتب بكل الدنيا ازدادت إلا عنا بهالمنتجع. يا عزوز أنا شايف إنه يعني أبو علاء معه حق. معلم شفيق كثير منيح، ما بدنا إياه يزعل منا، ما هيك أبو علاء؟ وهذا اللي قصدته لما قلت مسؤولية. لك شو صار لك أنت الثاني؟ مو على أساس قلت لي إنه أنا معي حق؟ زوربا الله يخليك انت لا تفوت حالك بهيك قصة، ايه لاني خايفة اذا زعل منك المعلم شفيق يقوم يقلعك. يا حبيبي ايه تصف له، انا رح فوت لعند معلم شفيق لحالي وطالب بزيادة راتبي. حدكن 60,000 جهنم. زوربا عامل لك سندويشة لبنة؟ لا بلحت. ايه وين نيفين؟ راحت على التراس لعند عنتر. تهاني قصدي توتي، في مجال تسمعيني شوي؟ في شي مرة سألتني عن هذا الموضوع قلت لك نعم؟ لا. معناها لا. طيب بس اسمعيني دقيقة واحدة بس. اف نعم. أنا حاسس إنه راتبي ما عم يكفيني، يعني كل شي بهالحياة عم يغلى إلا الراتب هو هو. وأنا شنو مطلوب مني يعني؟ أنا عم بقترح إنه نفوت لعند المعلم شفيق نشرح له الموضوع، بس ما حدا من الموظفين عم يسترجي يفوت معي. وانا شو دخلني؟ تفوتي معي انا وياكي نحكي معه بالموضوع؟ طبعا لا، اذا شايف حالك كثير شجاع تفضل فوت لحالك، واذا شايف حالك ما خرج الموضوع انسى. لا انا شجاع وبعجبك. بالله ايه فرجيني شجاعتك، فيك تفوت لحالك؟ هلا بتشوفي كيف رح فوت. ايه فوت، مين ماسكك؟ ماشي. سيبك معلم. هو شبك شو في؟ لا ما في الا كل خير معلم، بس يعني في موضوع انا حابب احكيه. يعني هو الموضوع مو انا حابب احكيه، كلنا حابين نحكي، بس كلنا يعني انا فت لحالي بس انا مو لحالي، يعني كلنا قصدي انا فتت لحالي لنحكي كلنا. شو في؟ شو الموضوع؟ معلم الموظفين حابين يحكوا بموضوع مشان بيتعلق بالقبض. نورة ما قبضتكم؟ لا قبضتنا معلم، يعني بس هو الموضوع يعني بيتعلق بموضوع القبض، يعني بموضوع المصاري. يعني هي المسألة مو مسألة القبض بحد ذاته، يعني القبض مثلا فينا نقول احنا
يعني معلم بالمفتشر. معلمي في شاب وبنت عم يمشوا على الشط ومعهم خرايط، قال هن من الآثار. منين؟ آثار. عزوز عزوز؟ نعم. شو لوين راح معلم شفيق؟ والله ما بعرف، يمكن راح يفكر بالموضوع. أين موضوع؟ الموضوع اللي حكيته معك، فت شرحت له اياه. الموضوع قال لي ايه انصرف.